طرحتها اللجنة في التقرير التكميلي للتصويت. المصوتون بنعم. شكرا. المصوتون بلا. الممتنعون. القانون المالي 2021 بالنسبة لنا احنا في البرلمان ماهوش كما القانون المالي 2020، قانون كما يقول لك إيكيليبري بالنسبة للمواطن، وما كاش رسوم كثيرة اللي تمس المواطن الجزائري. المشروع لم يتغير عن سابقه من المشاريع السابقة، بحيث أولا غياب الرؤية الاقتصادية لهذا المشروع، اثنين أن الإجراءات التي جاء بها هذا المشروع غير كفيلة بمناقشة أو بحل حالة الأزمة المالية والاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد.